ومكة تجمعنا ومكة تجمعنا للمجتمع أحباب نفتح أملنا باب عظيمة يا مكة يا مكة من عظمك ما خاب فزنا بجوار البيت لحظة رضا والسرور على الأمل بنعود والمكسب الجمهور ومكة تجمعنا بالله يا الورد هذا ايش مخلينا؟ لين طلعت ريحته يا اخي حرام عليهم والله حرام يعني فين حيحطوا بالله؟ يا اخي ياخذه مع الغرفة ياخذه مع اي مكان ريحته صارت حنة حنة تعرف الحنة؟ صارت نعناع طيب ايوه شباب. ايوه شباب ايش عند سعد القحطاني؟ ايوه سعد الملح متأثر من الصبح والله العظيم وش لعب؟ اصفق وتصفق ابشر والله اللي بيقطع رقبتك بعد يا رجال والله انك كنت متحمل انت اليوم بالقوه ها حبيبي انا كيف حالك؟ طيب حنسوي حل انتظر كيف الحين؟ لا تمام والله انتظر الامور زينه ما على لا تمام اوكي تمام ايوه طيب شباب طيب لا لا اسرع 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 ايه ايوه ايه ايوه لا 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 ارجع لورا ارجع لورا ارجع لورا ايوه تقدر انت تقدر انت تقدر انت تقدر ايوه حلو لا لا ذاك سعد القحطاني عاد اسامه مو زي كذا ها اسامه شغل مايكك لا لا شغل شغال بشوف البطاريه يمكن تاكد الله يعطيهم العافيه سقاية اي والله ما قصر ما قصر جزاهم الله قدم يا معان بيض الله وجهكم العد الشغل الكبير الان على الوفاده والرفاده كيف؟ هل انتم جاهزون؟ يا ولد عيب عليك كفو ترى هشام الملحاني يتحدث لك والله والسبعة انعام لكن ترى هنا يتغير وعلى المسرح يتغير افا عليه اي انتبه بلا شغل يا ولد عيب عليك بلا ثقه يا ولد عيب عليك الاندر الريالين هذه طيب عارف عينك وشوف كيف يعني؟ طيب وش دخل هذه ثقة يا حياتي انت عشان الملحاني اخذ افضل ممثل في السعر صحيح؟ نعم اخذت افضل ممثل في الشارع؟ لا لا ما شرط في الشارع اصلا لا 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 ما شرط الطفل الان الا الطفل اخذ افضل مثلت او مو اول مره لا انا قد مثلت لحظه الشارع ثلاثة؟ ايه انا قبلكم مثلت دور الطفل كان في ايام الاسبوع ما كان في برايم كان في ايام الاسبوع مثلت طفل عندي اساسيات المسرح عندي الاشياء هذه كيف تتحرك كيف حلو كيف فصالح العمري ما شاء الله تبارك الله مخرج وكاتب سيناريو كان معاهم في الفريق الله يستاهل تحيه ايه يستاهل تحيه والله فايش قال لي نشام قال لي انت شاركت معاه لي كلمه او نقبلك اه يا عبد الله قال لي كلمه انا ما كنت ما كنت يعني اديته خلاص انتهى الموضوع قال لي صدمتني قلت اوف شكله حط علي شكله تمثيلي كان قال لي والله صدمتني قلت له قال لي كبار الممثلين ما يعرفوا يسوي اللي انت سويته يا سلام عدمني تخيل هذا كله يمثل انه طفل شوف 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 اي دور شوف اي دور يا اسامه 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 اي دور يعطيك اياه المخرج انت وقبل ما تتمثل قبل ما تمثل وش الاساسيات اللي بهالدور هذا؟ يعني انتم عارفين مثل الشايب تقمص يتقمص الشخصيه ايوه عصا انحنى ظهر دقن ابيض الصوت لك عليه لا لا هذا هذا ما هو حتى بس صوت ممثل الصوت هذا مثل حتى يا شيخ مشي طفل طفولة طفولة جدا يعني حتى والله هذا كلام قبل كنت من نشامة سنة نشامة شفت الطفل اليوم سيكا عرفت لا لا مو كذا هذا واحد معوق يا اسامة صح انت نشامة انت معوق في خير تعبنا تعبنا نشامة لا احنا نشامة احنا اللي فوزنا الحمد لله انا قد قلتها انا قد قلتها قبل فترة صح ولا لا؟ ايش؟ يعني من الشغلات اللي من خلال السيكولوجية النفسية لهشام انسان يحب ايش؟ يتقن يحب يتقن اي دور يعني ما عنده مشكلة انه يتقن في الهندسة الصوتية وممكن حتى في قضية التمثيل انسان يعني ما شاء الله تبارك الله عنده مجال يعني عندي عندي تواضعنا يا رجل والله تعلم منك ولا يرضى بالقليل والله احبه يشهد الله ما شاء الله والله ترى نقولها من اسلوب الترفيه شغال معك يا جمعان ما شاء الله يا اخي ترى احبكم جميعا ترى سبحان الله انا
يشهد علي الله ما جامل. انت اذا كنت كل واحد منكم والله العظيم ان يتعلم منه شغله يشهد علي الله اسعدك ان يتعلم يشهد الله اتعلم ترى يمكن فارق السن يا ابو يوسف عبد الله رحابه الصدر. لا شوف فارق السن يا ابو يوسف بحكم انك كبير ما شاء الله شايب قيل خليك ما شاء الله تواضع شايب اسمع وش رايكم انت ضارب هنا ان كان انا ضربته ومديته فهو شايب وانا الشباب وكان والله مدني قلت عليك لا والله انا شايب وشباب وش بوجهك كذا والله ما اصير شايب لو ايش والله طامر ليل 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 تغدي رجال انتبه تراني اطول منك بس ترى معليش اذا هذا اختبار مو باختبار وبقول لك معلومه هذا اخبار بقول لك معلومه احيانا تجد واحد عمره يمكن 50 سنة اسمعي لكنك ما تقدر تحكم على عمره من عمره تقول عمره يمكن 30 سنة ترى روح شبابية إذا صارت الروح يسمونها الروح الشبابية مريحة روحك شبابية فلو كان عمرك 70 سنة تبقى روحك وتبقى سبحان الله العظيم الروح أهم ترى من هذا وترى النشاط له دور بعد والرياضة له دور روح الشباب روح الشبابية بنقلب مع سنك ديما ونوم بغينا نشيل اظن سوا الشباب ايش؟ اوه للي وللي وللي صح والله يا عمي يعطيك العافيه ايوه ايوه صعبه صعبه مويه عطى محمد عيد مويه 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 برد امسك برد يا مبرد وللي بقول حاجة المرشدين شوف 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 المرشدين تراهم أسهل من المفترين أي صادق والله 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 العظيم صح صح مرشدين إيش أسهل من المفترين ترى أسهل إيه شباب يعطيهم العافية استجاع ما قصر بيض الله وجيهم وجهك كيف الحركة إن شاء الله يا رب بإذن الله بإذن الله ما تفوزون شيء طبيعي أبو رفادة عبد الله الحربي كلام سليم حقي على موضوع السهوله لا ما في شيء اسمه هذا لا 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 فهمني فهمني لا كلها كلها فيها صعوبه لكن إيه؟ المنشد سالني يطبق جزاك الله خير عبد الله شلونك شلونك عبد الله؟ لا ولا الله يجمعك ولا يقول العافيه اذا جينا عند موضوع المقامات لا شوف مقامات لا هو هو جمعان معلش انا غير مقطع كلام هو ايش يقصد؟ يقصد انه الممثل او الممثلين بيتعب مثلا لو يبغى يسوي بروفا لازم يحتاج ديكورات يا حبيبي يحتاج الادوات يا حبيبي اما المنشد ممكن ممكن الشكل يعني الكليبات هذه ب 100,000 توصل 100,000 ايش؟ هو يقصد مسرحيا يا اخي انا اتكلم لك بس كل مسرحيا لا لا عامة لا هذا عمل فني وهذا عمل فني مسرحيا في شيء اسمه مسرحيه رمزيه هل بتكلف فيه لا ديكور ولا ملابس ولا اي شيء لا هو هو ايش يقصد؟ يقصد انه الانشاد والتمثيل عبد الله يقول التمثيل اصعب يا يا وهذا يقول مهدي يقول عمل عمل اتكلم عن موهبه كدور احبك ما اتكلم عن الاحتياجات اتكلم عن كدور من يخلى يمشي شغله هوايه اذا والله عندك هوايه كممثل سهل عليك واذا عندك مرشد هوايه بتكون سهل عليك كسر يا خالد كسر صادق لكن الله يعين الله يسامحك يا خالد حاره قلت لك كلاك يعني كان كان الفحل يا سعد كان على الطير طايره كان الفحل من واري اذكرونا بالله ابو خالد بسم الله عليك بينه اللي قصر ذا يا رجل الكريم يا الله يا رب وكل كلمة الله اغفر له لكن بين لا لازم ريموت ما في لازم ريموت ولا ولا يا اخي لا تلعب خالد الله يرحم والدك لا تلعب فيه لا سمح وقف بسألك سؤال انت الحين متسابق ولا شغال في جمعيه؟ كلها وقف وقف انا لو سمحت انا اسالك لا انا خادم الجمعيه انت يا سعد مسرحيه وخليك انا خادم الجمعيه ايش فيك؟ واحد قلنا خلاص انا محامي الله وجه الجلال جميل وجه قديم حبيبي على الطيب ضاري على الطيب ضاري شيلو شيلو دمانة على الطير ضاري تعال 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 اصبر اصبر شباب يو زينك زينو يا لما قال لا تكفى لا 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 تكفى والله لا بطل هدى 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 يا سعد سعد على الطير والله اسعد ما انا الثاني حق ثلاث الوان وش المقصد؟ العنصرية دعوة
القرآن مركز عليها؟ لا 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 انا مركز الالوان. لا انا شوف انا ممكن اخذت من جهه اللي هو شيء فرق. شوف الرسم والرسم لا بغض النظر حتكون على الفرق حتكون على جماعات حتكون على قبائل حتكون اللي هو المسكة الرسم اللي مو يكون كاتب لا يفرق ممتاز صحيح ممكن يكون كاتب صحفي كمهنه المهنه هي صاحب هو المهنه هي طريق غير مباشره انا بس. اللي فهمته انه سعد يمثل الاعلام زي كذا هي طيب اقول لك شيء اعلمكم حاجه بالضرب اقول لك شيء احنا برضو اخذنا هالشيء من الدوره اللي استفدنا منها الرسائل كم رساله غير مباشره وغير مباشره ومخفيه افضل رساله والشيء مخفيه وغير مباشره, احنا استخدمنا هالشيء طيب حلو جميل جدا ابعلمك شيء انا ما قلت كلامك ترى بس دقيقه بس عمر وبدر واحمد احمد المهدي الآن صارت رساله مباشره وقت ما جلست انت على اي اساس جلسوا هم الان يسحبوني الان طيب اجمعني لان هي النقطه لا مخرج يقول نزولك اجلسوا عشان الياضح اللي ورانا الجلوس جلوسهم هم جلوس من ثلاثه جلوس ايه عشان الشاشه بس عشان الشاشه بس فقط ما في اي مقصد تحيا السقايا لا 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 ما لا بس بخيتكم الاولى مغطيها الشاشه طيب ما فيها شيء لا لانه في الاخير شلون ما فيها شيء الشاشه ما فيها شيء عنا شو اسمه عنا الشاشه ليش نزلنا عشان في ايه طلعت المسرحية الأولى تكلمتوا فيها عن الملك سلمان كنتوا مغطينها الشاشة أنتم لا وطن وطن والكلام ذا ما مش بعلم حاجة الشاشة تعريفية فقط الشاشة تعريفية بالآية القرآنية وراء اضطرينا نروح يمين يسار ونروح المخرج قال المخرج اجلسوا بس صح. اجلسوا عشان أطلعكم ولا هم واقفين عندهم خاص دفنوني أصلا يوم طفوا اللمبات اللي مدخلوني في القبر ذبحوني وقتلوا اللي يزرع العنصريه اللي يزرع العنصريه بين الاخوان التفرقه بين الوان الطيف الوان الطيف قس عليها اشياء كثيره منها القبيله منها البلدان منها الانسان منها الالوان منها الاعراق منها كل شيء انا اصنع نفسي انا الرجل اللي يزرع الفتنه عليكم السلام يزرع الفتنه يزرع التفرقه اما اعلام اما شخص اما مصدر اما شاشه اما اللي هو هو ما كان في دفن هو في عتب الصفات جسعت بنفسك انت جلسوا بعدين كانهم الطيف سمعكم طيب كانه يعني بس لو وقفتوا جلوس يخرب امي بارد يا عيال ابو البراء انا عندي بس اضافه بسيطه كذا هي اللي صراحه يعني ما حبيتكم تسوونها اللي انكم ذكرتوا اسم المسرحية قتلتوا ام الرجل المفاجأة عنصر مفاجأة عنصر هذا راح طيب من اللي ذكرها الكاتب السيناريو اضطر احنا نكتب لها اسم المسرحية هو طلع كاتب سيناريو لا كاتب سيناريو حبيبي صديقي عزيز قال يعني لابد تذكر اسمها طيب كعنوان ولا عنوان لها عنوان لها بعدين بعلمك الوان الطيف ما احب العنوان لها انت مضطر انك يعني حتى توقع من بنود تقييمك وش اسم مسرحية يا سعد من باب الربط عند المخرج ايضا عشان يربط ما بين المسرح ويربط ما بين الشاشه للمشاهدين لابد اني نذكر له ايش اسم المسرحيه اذكر غير عصب والدعايه ايش قلنا العصب مفاجئ لا ايش قلنا احنا كلمه ارمز لها اي خليها رمز ايش قلنا احنا خليها ثقافات الالوان عنوان مبهم هو قال على المسرحيه ما يكون من نفس الموضوع الاساسي للمسرح هم الان يتنقلون بالاوراق العصب مفاجئ بتعرف لو احنا اصلا بدر دقيقة صلي على رسول الله النقطة اللي كنت بتكلم فيها معي سعيد لا دور الشيخ قال كتبوا الوان الطيف انا ايش افهم من الوان الطيف؟ ما هي بعضها ايش تفهم من الوان الطيف؟ مسرحية الوان الطيف ايش تفهم؟ صلي على رسول الله جاوبني يا بدر يا اخي الوان الطيف عد عليها قيس يا سلام انا اقدر اخليها مسرحية طفل حيسوي لي يلا يجيك الاحمر يستهبل يجيك الازرق يستهبل يجيك الاصفر يستهبل ايوه لكن انت بتصير يا شباب عشان فهمني واحد اللعبه في المسرحيه كامله الذكاء في المسرحيه هي حاجه واحده من اول ما بديتوا الين العشر دقائق الاولى اللعبه في الموضوع الورقه دي ايش فيها من يوم ما بديت عرفت ايش المكتوب طيب عرفنا احنا من موضوع اصلا من موضوع
عرفت ايش فيها؟ اللي هي اي ورقه؟ اللي قال ما عرفت ايش فيها؟ عرفت بالعنوان؟ يوم قال انت يا اللون مدري ايش؟ الالوان عرفت انها الالوان لا تفرق. يتمشى زي ما اقول لك ابو البرا ابو البرا هاي رمزيه يا حبيبي. لا لا صلي على النبي. اتكلم في حاجه ثانيه مو قاصر مو بشرط انها تكون صحيحه. لما انا اتكلم لا 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 عاديه اسلوب من حلقه كبيره عرفت علي من عائله نبيله و لا شوف وصل الموضوع لما دخل